السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكة الشاي اللي بنشربها مع الشاي العادية السادة. مقاديرها كوباية سكر، كوبايتين لبن، كوباية الا ربع زيت، 3 بيضات، معلقة بيكنج باودر كبيرة، نص معلقة فانيليا، و3 كوبايات من الدقيق، ونشوف الكيكة سمكها هياخد ايه معانا. هنبعد بقى الحاجات دي كلها. هنستعمل الأول البيض، تمام، هنحط عليهم الفانيليا، هنحط عليهم كوباية السكر، هنستعمل بقى المضرب نضربهم كده شوية لحد ما يمتزجوا ببعض. دلوقتي انا ضربت البيض مع السكر مع الفانيليا، هنحط دلوقتي كوباية الزيت. بس يا جماعة تضربوا البيض والسكر لحد ما لونه يفتح، تمام. وهنحط بقى اللبن، وهنضربهم كلهم وارجع لكم. هننزل بقى بالدقيق شوية شوية كده، اما نشوف الكيكة هتحتاج مني قد ايه واقول لكم خدت مني قد ايه. هنقلبها بقى، وبعد ما اقلبها عشان ما اطولش عليكم الفيديو هوريها لكم. كده هي هتحتاج معايا بقية الدقيق، يعني بالظبط كده خدت 3 كوبايات دقيق، تمام. وهنحط معلقة البيكنج باودر، تمام، وهنقلب ونرجع تاني. كده خلاص سمكها حلو قوي، يا رب يكون باين اهو، تمام. كده خلاص جهزت معايا. هنجيب صينية بقى ونقوم دهنينها بسمنة ونطربها بالدقيق. طبعا انا نفسي اعملها عشان انا ما عنديش قالب، نفسي اعملها ايه زي القالب. هحط كوباية كده ودهنها زيت، تمام. وهنزل بقى ايه، شوفها بس في النص كده، وهنزل بالكمية. دلوقتي خلاص انا حطيت الخليط كله، وطبعا سويته ومولع الفرن قبلها بتلت ساعة علشان يبقى سخن والكيكة تعلى معايا. وهنولع عليها من تحت الاول وبعد كده نفتح عليها من فوق. اهي استوت معايا وجميلة وكلها هوا، حتى باينة اهي. طبعا الشغل كله في انها تستوي من تحت اكتر، يعني نولع عليها من تحت اكتر وبعد كده نقوم مولعين عليها من فوق، تقوم يعني تدينا السوى النهائي، تمام. دلوقتي بقى ايه، هنفرغها من هنا كده. خلاص انا فرغت حواليها، هطلع بقى الكوباية اهي، الحمد لله طلعت بسهولة. هحطها بقى في غطا حلة ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى نقطعها، استوت من تحت ومن فوق جميلة. غشة وحلوة وعالية جميلة زي القطن اهي. وهي خلصت معايا هشة وجميلة وطرية وحلوة قوي. ويا رب ما يكون الفيديو طويل عليكم، ويا ريت لايك وشير، تشتركوا في القناة فضلا مش امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.